أبرد البلدان بالكوكب وصاحبة أكثر الشوارع أماناً، تكاد الجريمة فيها أن تنعدم. اقتصادها من بين الأفضل في أوروبا، وفرص العمل فيها طريقك نحو الثراء السريع. إنها حلم اللاجئين والمهاجرين العرب، الهاربين من نكسات الحياة والطامحين لغد أفضل. هنا لك أن تعيش بحرية، وأن تتزوج من فاتنات أوروبا فائقات الأناقة، الجميلات الإسكندنافيات ساحرات يكرهن الإهانة، والولاء لهن مفتاح قلوبهن. هنا النرويج، موطن الخيرات والموارد الطبيعية وقدماء الفايكينغ الذين استكشفوا أوروبا. مملكة لا تقبل بالكسالة ولا بالمتخاذلين، لكنها تمنح المجتهدين كل ما يحلمون به. فكيف هي الحياة في النرويج؟ وهل ما يقال عن رفاهية العيش فيها حقيقي أم مجرد وهم أعلامي؟ هذا ما سنكتشفه، فابقوا معنا. وطبعا كالعادة نذكركم بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس. عماد الاقتصاد. تحظى مملكة النرويج تحت سلطة الملك هارلد الخامس بنظام اقتصادي متطور ومتميز، بعدما أثبت نجاعته في أكثر من مرة حتى في ظل الظروف القاهرة خلال آخر 4 سنوات. إذ إن عماد اقتصاد النرويج لا يقتصر على مجال أو اثنين، وإنما هو متعدد الأقطاب. فبداية يمثل الميدان الفلاحي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للنرويج، كما أنه يساهم في توظيف 2% من كامل القوى العاملة بالبلاد، كونه يضم ما يزيد عن 38,000 ملكية زراعية، منها حوالي 2000 ملكية زراعية عضوية معتمدة وفقاً لتقرير هيئة إحصاءات النرويج. وفي علاقة متصلة، فهي لا تزال محافظة على اكتفائها الذاتي من المنتجات الحيوانية. أما من ناحية الصيد البحري، فهي تمثل ثاني أكبر مصدر للأطعمة البحرية على مستوى العالم خلف الصين. إبان تسجيلها لمرابيح قياسية بلغت 172 مليون كرونة نرويجية، أي ما يعادل 16.68 مليون دولار. ذلك على وقع تصديرها ل 2.8 مليون طن متري من المأكولات البحرية. بيد أن القطاع الصناعي النرويجي قد يعتبر في حد ذاته ركيزة الاقتصاد الحقيقي للنرويجيين، بما أنه يكون 48.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خلقه 19% من جملة فرص العمل المتاحة في مجالات عدة، كالصناعات الكيميائية وصناعة الآلات والمعدات الكهربائية، أو صناعة السفن التي تعتبر إحدى أهم منتجات النرويج، خاصة وأن المساحة الغابية تصل إلى 12.6 مليون هكتار، أي 33.4% من مساحتها الإجمالية البالغة 323,802 كيلومتر مربع. إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تفتخر مملكة النرويج بثروتها الطبيعية الغنية، خصوصاً إبان قيامة الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في رفع عائدات النرويج من النفط إلى معدل قياسي لم تبلغه من قبل. فلك أن تعلم سيدي المشاهد أنها قد حصدت نحو 140 مليار دولار في عام 2022. يأتي هذا على غرار ما حققته من مبيعات ضخمة في نفس تلك السنة بقطاع الغاز الطبيعي، الذي جعلها تحتل المركز الرابع عالمياً ضمن تصنيف الدول الأكثر تصديراً لهذا الغاز، إثر كسر صادراتها لحاجز 120 مليار متر مكعب. ولربما هذا ما يفسر التطور الكبير والمستمر لميدان الخدمات النرويجي، المشغل لما يقدر ب 78% من جملة المواطنين، علما وأن هذا الميدان يتوفر على 118 بنكا محليا و 18 فرعا لبعض البنوك الأجنبية، الشيء الذي انعكس تباعا بشكل لافت على مساهمات قطاع الخدمات، إذ إنه يمثل 42.2% من إجمالي الناتج المحلي النرويجي،
في حين أن نصيب الفرد السنوي من القيمة الكلية لهذا المقياس النقدي قد بلغ بالسنة الماضية 82.24 ألف دولار وفقاً لما صرح به صندوق النقد الدولي، وهي النتائج التي تترجم بشكل أو بآخر انحدار معدلات البطالة لأرقام إيجابية بلغت 3.6% بسنة 2023، مما قد يؤكد ما يقال عن أن النرويج أرض يطيب العيش فيها، بلد الرخاء والعشق الجليدي. هنا النرويج موطن لما يقرب من 5.460 مليون نسمة، منهم 2.3% فقط ممن يعتنقون الإسلام كدين لهم. إلا أن الدين قد لا يكون مشكلتك الوحيدة إن كنت راغباً في السفر إلى هذا البلد الفاتن، إذ إنك إن لم تحسن إتقان إحدى هذه اللغات، أي النرويجية أو بوكمول أو لغات السامي أو نينوشك، فمن المحتمل أن تواجه لحظات صعبة هناك، سواء أثناء بحثك عن عمل أو خلال التواصل مع الآخرين. في بلاد إن لم تكتسب فيها صديقاً أو مصدر رزق، قد تجد نفسك في وضع لا تحسد عليه، خاصة وأن النرويج من أكثر الدول تجمداً في العالم، بما أن درجة الحرارة قد تصل إلى ما دون 12 درجة في الشتاء، لتغطيها الثلوج على امتداد 3 أشهر كاملة كأي دولة إسكندنافية أخرى، حيث تقع النرويج في أقصى القارة الأوروبية، تحديداً بالجزء الغربي من شبه الجزيرة الإسكندنافية، ما يجعلها جارة للسويد وروسيا وفنلندا والدنمارك. لكن أياً يكن، فلا تدعو ذلك ينفرك عن فكرة الترحال لمملكة النرويج، فهي وبحسب مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية وشبكة الأعلام الأمريكية US News and World Report، تعد 7 أكثر البلدان أماناً على وجه الأرض وفقاً لدراسات أجريت بالسنة المنقضية. ثم وفي علاقة مباشرة بهذا التصنيف، فإن رفاهية الحياة وميزة الآمان والحرية بالنرويج تعود بشكل رئيسي إلى حسن الترشيد والتخطيط ومفهوم الانضباط في العمل، بما أن المسؤولين يؤمنون بشدة بضرورة استثمار فائض الإيرادات السنوية لمصلحة الأجيال القادمة عبر سن قوانين تحث على الإقلاع عن التدخين على سبيل المثال، أو الالتزام بحماية البيئة والمحافظة على جمالية المناطق الطبيعية، إلى جانب حرصها على تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم، بالتوازي مع خطة تطوير القطاعات غير النفطية والبنى التحتية في آن واحد. هذا فيما يتعلق بما تقدمه الدولة النرويجية لشعبها. أما بالنسبة للراغبين في التعارف وتجربة قصة حب عاطفية مع فتيات أوروبا، فلا شك أن النرويج ستكون خياراً مناسباً لك، إذ وضعتها أحد المجلات الغربية مؤخراً بالمرتبة 31 عالمياً من حيث أفضل الدول المحتضنة لأجمل النساء، بيد أن الفتيات النرويجيات لا يتمتعن بالجمال الطبيعي وحسب، وإنما هن مثقفات يتميزن بالحيوية ويحببن العيش بحرية تحت مبدأ المساواة مع الرجال، وإن تزوجت إحداهن فستنعم برومانسية الأفلام، لكن إياك أن تخون ثقتها، فهذه خطيئة لا تغتفر من وجهة نظر المرأة النرويجية، فقد تمنحك السعادة والاحترام لكنها لن تتهاون معك إن استهنت بها. فما رأيك بالنرويج؟ وهل ترغب في الارتباط بأحد الجميلات النرويجيات؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.